الطالب يبدأ سنويا يعتمد أنه أنا سأحقق معدل ثم أذهب إلى تحسين المعدل، مثل ما حصل هذه السنة في قضية الدور الثالث الذي أوقفناه في مرحلة السادس الإعدادي. كان الطلبة أحيانا يمتحن دور أول ويمتحن دور ثاني ثم يأتي الدور الثاني فيؤجل درس أو درسين إلى الدور الثالث، ثم يأتي بالدور الثالث ويفاجئ بأنه غير قادر على أداء امتحان الدور الثالث بسبب قد هناك سؤال صعب أو سؤالين صعب لا يستطيع تحقيق المعدل اللي يريده هو. زين. فيصبح في دوامة مع نفسه أنه عندما يجعل تفكير أنه هناك دور ثالث ربما يتهاون في دراسته بالدور الأول وبالدور الثاني معتقدا أن هناك دور ثالث. الدور الثالث حالة غير صحية في العملية التربوية. إذن ماكو هالسنة دور ثالث في كل دور المراحل. الثالث لم نعمل فيه هذه السنة، وكان قرار الوزارة وهيئة الرأي أن هذا الامتحان مال الدور الثالث لن يعمل به نهائيا لكل المراحل، لكل السنوات القادمة ولكل المراحل الدراسية. إن رغب أحد من أصحاب تحسين المعدل بإعادة السنة، هل هنالك مجال قانوني لذلك؟ لا 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 يوجد لدينا لا في النظام ولا في القانون يسمح للطالب الذي ينجح من السنة الدراسية أن يعيد السنة الدراسية الأخرى. إذن ماكو لا أدوار ثالثة ولا أكو عملية تحسين معدل هذا السنة. احنا مبدأنا في وزارة التربية أن الطالب عليه أن ينجح من الدور الأول ويبتعد حتى عن الدور الثاني، لأن انخفاض نسبة النجاح في الدور الأول لوزارة التربية مؤشر غير إيجابي على نسبة النجاح، بمعنى مؤشر غير إيجابي عن نظام التعليم في البلد. احنا احيانا نسبة النجاح تكون منخفضة بسبب 50% من الطلبة أجلين درس واحد، معدلة 90 أو 95 ولديه درس واحد مؤجل، فيصبح مؤشر أنه نسبة النجاح متدنية. هذا يعني أنه نظام التعليم في وزارة التربية غير كفو، ولذلك كانت نسبة النجاح متدنية، بينما نسبة النجاح تكون متدنية بسبب تأجيل 50% من الطلبة المشاركين في الامتحانات الوزارية لدرس واحد من أجل أن يحصل على معدل أعلى في الدور الثاني.